لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة الزمان، إغلاق مداخل ساحة التحرير تحسبا لتظاهرات مطالبة بالقصاص من القتلة. في العربي الجديد، سنجار تحت سطوة الميليشيات، حكومة الكاظمي تفشل بتطبيع الأوضاع. في القدس العربي، الكاظمي منعت توترا كبيرا كاد يقع بين أمريكا وإيران في العراق. في اندبندنت عربية، الصحة العالمية تحذر من كارثة إذا لم يستمر عبور المساعدات إلى سوريا. وفي صحيفة الخليج الإماراتية، ضغط أمريكي فرنسي لمنع انهيار مأساوي للبنان. في الدستور الأردنية، حكومة الاحتلال تصادق على 31 مخططا جديدا لبناء مستوطنات. وفي الشرق الأوسط، واشنطن وباريس تحذران طهران من نفاد الوقت لإحياء الاتفاق النووي. السلام عليكم. لا شيء يمكن أن تفعله والدة الناشط إيهاب الوزني الذي جرى اغتياله في كربلاء في 9 أيار الماضي، سوى أن تقوم بإزعاج الطبقة السياسية والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية. فاروق يوسف يقول في موقع ميدل إيست أونلاين: إنه لا يمكن لأم وحيدة ومجروحة وحزينة ومغدورة أن تقوم بذلك، فسلطتها أكبر سعة من كل السلطات التي صارت عبارة عن سواتر يختبئ القتلى وراءها. كل يوم تنصب والدة الشهيد إيهاب الوزني خيمة أمام المحكمة، وهي تعرف أن الأجهزة الأمنية ممثلة لقاتل ابنها ستهدم تلك الخيمة. تخيفهما الخيمة كما لو أنها صاروخ، هي أكثر خطرا من كل صواريخ العالم. إنها صيحة أم ثكلى. القتيل البريء وهب أمه البريئة كل ما يملك من امتيازات عظيمة، ومنها عداء الأجهزة الأمنية رسولة القتلة، وتمنع السلطات القضائية المختصة بتبرئة القتلة واشمئزاز الطبقة السياسية التي تعتبر كل كلمة من كلمات القتيل رصاصة توجه إليها حاملة بشارة موتها. أم القتيل من غير ألا تدري تقف أمامهم بجسد ابنها، تخيفهم بكلماته وتزعجهم حين لا تقبل بطي صفحة ابنها كما طويت صفحات مئات الناشطين المحتجين الذين قتلوا وسط ساحات الاحتجاج أو عن طريق الاغتيال الفردي الذي يتم أمام المارة وفي وضح النهار. يكذب من يزعم أن القتلة لا يرغبون في إحراج الدولة التي لا تخيفهم، فالدولة ومنذ بدء الحراك الشعبي نهاية عام 2019 تعرف القتلة وتتستر عليهم، لا خوفا منهم وهو ما يمكن توقعه، بل لأنها متواطئة معهم. الميليشيات التي تقتل يمكنها أن تقوم باغتيال الدولة أيضا. الكاتب يضيف أن سلطة الأم تقف في مواجهة كل السلطات وهي لا تفتح صفحة ابنها المغدور باعتباره شهيدا حيا وحدها، بل وأيضا كل الصفحات بما فيها صفحة النظام السياسي الذي طالب ابنها بصوت واضح بإسقاطه وتجاوز أمراضه الطائفية والتخلص من أحزابه غير الوطنية. حاولت والدة الناشط إيهاب الوزني يوم الأحد الماضي نصب خيمة اعتصام صغيرة أمام محكمة كربلاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها للكشف عن قتلة ابنها، إلا أن أجهزة الأمن منعت وحاولت الاعتداء عليها. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن قضية الوزني باتت اليوم قضية رأي عام،
وقد سلطت العديد من القنوات والوكالات المحلية والدولية سلطت الضوء على موقف والدة الوزن ومناشداتها المتكررة. التفاعل الشعبي مع والدة الشهيد دفع شباب العراق في تويتر لرفع هاشتاغ كلنا أم إيهاب، وشجع شباب مدينة النجف للخروج في مظاهرات مؤيدة في وسط مدينتهم. هذه التطورات ربما تدفع لأسلوب جديد في العمل الرافض للحالة القائمة، ولعله من الضروري السعي لتطوير مظاهرات تشرين إلى اعتصامات أمهات الشهداء، وذلك عبر الآليات الآتية: تحفيز أمهات الشهداء والمغيبين والمغدورين في كل محافظة على حدة للمشاركة في اعتصامات أمهات الشهداء، ترغيب المنظمات الإنسانية لنصب الخيام، وتقديم الدعم اللوجستي لاستمرار هذه الاعتصامات حتى تحقيق أهدافها الإنسانية والقانونية والإصلاحية، حث المثقفين والخطباء والإعلاميين والصحفيين والنقابات المهنية والثقافية كافة لمساندة موقف أمهات الشهداء. هذه الخطوات ستشعل الغضب الشعبي، لأن العراقيين من الشعوب العربية المعروفة بغيرتها ونخوتها، ولهذا نتوقع أن ينضم لهذه الاعتصامات آلاف الرجال والنساء. يمكن لهذه الاعتصامات أن تكون المسار الأسرع والأسلم لتلاحم أبناء الوطن والخلاص من القوى غير المنتمية للعراق ولإنهاء حالة لا دولة، وأن تكون الأداة الفاعلة للضغط وتحصيل الحقوق، لأنها اعتصامات محرجة للحكومة ومحفزة للتكاتف الشعبي والإنساني. طبعا الكاتب يرى أن الصمت والخنوع والانهزام أدوات المنتفعين من استمرار الخراب، والشعوب التي لا تتضافر جهودها ولا تنصر الضعيف والمظلوم ستجد نفسها بمرور الزمان أمام ذات المصير المليء بالقتل والتهجير والظلم والضياع، لنقف مع أمهات الشهداء قبل أن لا نجد من يقف معنا ويناصرنا. خرج السفير البريطاني لدى حكومة بغداد ستيفن هيكي عبر إحدى وسائل الإعلام ليقول إن العراق على موعد مع كارثة وشيكة وانهيار أمني قبل إجراء الانتخابات. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن تصريحات السفير البريطاني ليست رؤية مبنية على قراءة المشهد، بل هي في الحقيقة مقصد وهدف تروم القوى المتحكمة في مشاهد المسرح العراقي الوصول إليه وتحقيقه، تمهيداً لتدشين مرحلة جديدة من مشروع الاحتلال. السفير البريطاني بوصفه سفيراً لثانية القوى الثلاث التي تدير النظام السياسي في العراق وتتحكم في حراكه، حين يطلق تصريحات من هذا النوع فإنه يريد إيصال رسالة للقوى السياسية التي تتناحر منذ حين، وهي تعد العدة للدخول في حلبة ما أسمتها الانتخابات المبكرة، بأن عليها أن تمهد الطريق لتحقيق الانهيار المقصود، لأنه وسيلة ذات ضرورة وعرف متبع وسياق لازم لاستمرار المشروع والتنقل بين مراحله. وبمعنى أكثر اختصاراً مما سبق، فقد بدا هيكي وكأنه يعتمد في تصريحاته بشأن الكارثة المرتقبة على قاعدة الإخبار بقصد الطلب، ليوضح للأدوات الراكضة في ركب العملية السياسية طبيعة مهمتها في الأشهر المقبلة من هذا العام قبل الكشف عن مصير الانتخابات. وبطبيعة الحال فإن القاعدة المعروفة في مجالات تطبيقاتها الشريفة في العلوم منزهة عن أن تستخدم في هذا النوع من الإسقاطات، ولكن المشهد يلجئ إلى توظيف الأمثال لتقريب الصورة وتدنيتها من الأذهان. الحقيقة التي باتت محل إدراك لكل متابع أو راصد أن السلطة الحكومية الحالية التي جيء بها لقطع الطريق على الحراك العراقي الجماهيري الذي بدأ يطالب بإسقاط النظام هي مجرد محطة للعبور، أو بمعنى أدق أشبه بقنطرة مؤقتة تتم بواسطتها تهيئة وسائل جني المكاسب في أطوارها اللاحقة.
ويختتم الكاتب بالقول إن سفراء الغربيين في المنطقة الخضراء يؤدون أدواراً أكثر مما هو متبادر في الأذهان، فعلاوة على وظيفتهم في إنعاش النظام السياسي بإعطائه جرعات اعتراف ليبدو للرأي العام كأنه معتبر وذو قيمة، فإنهم يشرفون على مواقع الصراع ويحدثونها باستمرار، ثم يحددون مناطق الفوضى وقوى التأثير فيها. بعدما يقرب من عقد من المحاولات، صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بإعلان الحرب على العراق. مجلة فورين بوليسي تقول في تقرير لها إن البعض سيرى أن الإلغاء سيفي بالرغبة التي طال انتظارها لتقليص الالتزامات تجاه العراق الذي يعدونه قضية خاسرة، فيما سيرى آخرون أنه المسمار الأخير في نعش جهد تحويل العراق إلى ديمقراطية فعالة ومزدهرة. المجلة ترى أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على تحويل العراق إلى عراق جديد، مؤكدة أن واشنطن يمكنها الاعتماد على العراقيين في تحمل أعبائهم بأنفسهم وتحقيق ذلك. وأضافت المجلة أن الفوز باللعبة الطويلة في العراق يتطلب بناء نفوذ أمريكي لإضعاف إيران في العراق قدر الإمكان لزيادة تكلفة التدخل الإيراني، مما يجعل من الصعب في النهاية مقاومة الجهود العراقية والأمريكية لصد الحكم الإيراني. ولكن لكي ينجح ذلك لابد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للبقاء في اللعبة. وأوضحت المجلة أنه ما يجب أن يصبح أولوية عليا للقوات الأمريكية هو توفير الحماية الأساسية للقادة السياسيين العراقيين عند محاولتهم كبح الفساد والميليشيات المدعومة من إيران. وقالت إن حاجة القادة العراقيين للحماية ليست مشكلة سهلة الحل، نظراً لأن القوات الأمريكية لم تعد موجودة في المدن العراقية، فإن الميليشيات والوكلاء الأجانب لديهم مسار أوضح لضرب السياسيين المستقلين. وأضافت المجلة أن إحدى أكثر الطرق المفيدة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها توسيع نطاق وصولها إلى العراق والبناء على ميزتها النسبية هي التركيز بشكل أكبر على العلاقات الاقتصادية. وتختتم المجلة تقريرها بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتغلب على تحفظها المعتاد في ربط التراجع الديمقراطي والمساعدات، وأن تراقب الانتهاكات العراقية للمعايير الديمقراطية. عن أي فجر إيراني جديد تتحدث صحف المحافظين في إيران بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي حملت في نتائجها ومضمونها وعبر الأرقام التي خرجت من صناديق الاقتراع حملت الخيبة الضمنية للجميع، سواء للنظام والحرس الثوري وسواء أيضا للإصلاحيين. هذا التساؤل يجيب عن راجح الخوري في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط. عشية الانتخابات حث المرشد علي خامنئي على الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت، معتبراً أن ذلك يشكل عرضاً للقوة على النحو الذي سيخفف الضغوط على إيران. لكن هذا الاستفتاء كان عملياً مخيباً ضمناً بعدما أعلن أن نسبة المشاركة كانت 48.8%، وهي الأدنى في أي استحقاق رئاسي منذ عام 1979. في المقابل، المقاطعون للانتخابات شكلوا الناخب الأكبر والصوت الأعلى في البلاد، وهو ما يعطي رسالة قوية كاستفتاء على النظام وخامنئي والحرس الثوري. خيبة الأرقام كانت أشد وأعمق بالنسبة إلى التيار الإصلاحي، عندما لم يحصل مرشحه عبد الناصر همتي إلا على 2.5 مليون صوت، وهو ما عده كثير من المراقبين طلقة رحمة على رؤوس الإصلاحيين بعد مرور 24 عاماً على حياتهم السياسية. لكن الموضوعية تقضي عملياً بالتساؤل
ماذا كان في استطاعة الإصلاحيين أن يفعلوا خلافاً للسياسات التي يحددها المرشد خامنائي ويفرضها عملياً الحرس الثوري الآن؟ يعني الحديث عن فجر إيراني جديد أن السلطات الثلاثة التنفيذية أي الرئاسة والتشريعية أي مجلس الشورى والسلطة القضائية باتت في قبضة واحدة عند المرشد الذي يرى المحللون أن اختياره لرئيس خلفاً له ليس خافياً على أحد. الكاتب يضيف أنه الآن وقد صار رئيسي رئيساً ليس من الواضح بعد كلامه عن حل مشكلات إيران الاقتصادية داخلياً كيف سيواجه ثلاث تحديات عميقة هي الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات التي لم ترفع بعد والريال المحطم وقد خسر 80% من قيمته أمام الدولار وتراجع التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 85% منذ عام 2017. علقت صحيفة تايمز البريطانية في افتتاحيتها على ما رأت أنه خروج مشير لقوات الناتو والجيش الأمريكي قائلة إن أفغانستان لم تعرف بأنها مقبرة الإمبراطوريات بدون مبرر مثل الاتحاد السوفيتي السابق والإمبراطورية البريطانية بل وحتى الإسكندر المقدوني فإن خروج الأمريكيين بعد 20 عاما قد يتحول إلى هزيمة مشينة. الصحيفة تحدثت عن مخاطر تفكك الجيش الأفغاني وانهيار معنوياته بدون دعم للطيران الأمريكي لمواجهة هجمات طالبان وأضافت أن التسارع وحجم انهيار الجيش يثير الكثير من الأسئلة المقلقة حول ما سيحدث بعد استكمال أمريكا خروجها في 11 من أيلول المقبل. وتعتقد الصحيفة أن الأمال بقدرة حكومة الرئيس أشرف غني على التفاوض مع طالبان وإشراكها في الحكومة غير واقعية فقد أثبتت حركة طالبان قوتها العسكرية واحتلت المناطق المحيطة بالمدينة وهي مستعدة للهجوم حال تخرج الأمريكيين وقوات الناتو. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الاستخبارات الأمريكية عن انهيار الحكومة الأفغانية خلال 12 شهراً إلا أن بعض المسؤولين الغربيين يعتقدون أنها ستنهار في 3 أشهر من رحيل القوات الأمريكية وكل هذا لن يؤثر على قرار الولايات المتحدة مع أن إدارة بايدن عبرت عن استعداد لإبطاء الرحيل بدون التخلي عن الموعد الرمزي للخروج وهي الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر. ومن المنظور الغربي فنتيجة لن تكون جيدة ولا يوجد هناك بديل يمنع صعود طالبان ويجب أن يكون الهدف هو منع اندلاع حرب أهلية والحفاظ على الكثير من الحقوق التي حصل عليها الأفغان خلال العقدين الماضيين وكل هذا يعتمد على استعداد طالبان للمشاركة في السلطة مع الحكومة وقادة الأقاليم. الصحيفة تشير إلى أن أي دعم في المستقبل لحكومة بقيادة طالبان سيكون مشروطاً بالتزامها بحقوق الإنسان والضمانات الأمنية وهذا يعني تعامل الغرب وبطريقة براغماتية مع طالبان كما تفعل بقية الدول الأخرى مثل الهند والصين وروسيا وربما كان التعاون هذا غير مستساغ لكن الغرب لا خيار أمامه. قطعت معمرة ألمانية عمرها 97 عاماً مسافة 100 كيلومتر بكرسيها المتحرك في جولات خيرية يومية امتدت شهراً كاملاً دعماً لإغاثة الأطفال الفقراء وفق ما نشرت صحيفة الخليج الإماراتية. ووسط تصفيق المشجعين أدت المعمرة مارتيريز فوبكن التفاتة أخيرة بكرسيها المتحرك من أجل الوصول إلى المسافة التي حددتها لنفسها وبهذا تكون هذه المعمرة تجاوزت المبلغ المستهدف أصلاً للتبرع بنحو 56 ألف يورو لمؤسسة ماريز ميلز الخيرية لرعاية الأطفال الفقراء بمقدار 30 ضعفاً وتمول المؤسسة الوجبات المدرسية في البلدان الفقيرة بشكل خاص وتبرع أنصار هذه المعمرة وحدهم بمبلغ 600 ألف وجبة مدرسية وقالت فوبكن إنها سعيدة لأنه في نهاية حياتها لا يزال بإمكانها القيام ببعض الأشياء الطيبة.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.